بعد عروض مسرحية متواصلة استمرت لمدة أسبوع كامل، اختتم مهرجان مسرح الصواري للشباب نسخته 11. هذا المهرجان يأتي بالتزامن مع مرور 25 عاما على تأسيس مسرح الصواري في البحرين، والذي اتخذ التجريب خطا له ليصبح نافذة عربية مغايرة على العالم. عيوني عيوني مثل عيون المرأة بس بدون ضي. بشغف يشبه شغف تحقيق حلم التجريب قبل 25 عاما، اختتم مهرجان مسرح الصواري للشباب نسخته 11 بعد تقديمه لسبعة عروض خليجية وعربية. فقد عاد المهرجان هذا العام بتوهج مغاير تجاوز حدوده المحلية، ليشهد مشاركة خمسة عروض من الكويت والمغرب والسعودية ومصر وعمان، إضافة إلى العرضين البحرينيين. توجه مسرح الصواري هو مسرح تجريبي، ولكن ما قدم من عروض في هذا المهرجان هي من أكثر من مدرسة فنية، ولكن فلذلك مو شرط أن من يقدم لمهرجان الصواري يكون ذو توجه تجريبي أو ذو توجه يشابه توجهاتنا إحنا كمسرح. نحن سعيدين لكوننا أول مشاركة لنا في مملكة البحرين، وخاصة في مهرجان الصواري، المهرجان الذي يطمح فيه كل مسرحي أن يشارك في هذا المهرجان لما له من سمعة ولما له من طبعا صدى، سواء كان في سلطنة عمان أو في الدول العربية. في أول مشاركة لي بعد انقطاع المهرجان وأرجع كممثل وأحصل جائزة أفضل ممثل دور أول، بالنسبة لي كان جدا مهم، حافز معنوي جدا، ويختم شهرين إلى ثلاثة أشهر اشتغال بتكريم يحسسني بأن الجهد اللي بذلته في مكانه. لجنة التحكيم هذا العام كانت برئاسة الفنانة مريم زيمان وعضوية كل من الفنان جمعان الرويعي والفنان جمال الصقر. هذه اللجنة التي تابعت كل العروض بعين متفحصة لأدق التفاصيل لتخرج بتقييم عام لواقع المسرح الشبابي في الوطن العربي. أعمال روعة، أعمال جميلة، يعني نقعد نناقش فيها على أساس نبي ناخذ، لأن محدود الجوائز، لذلك يعني نعصر مخنا عشان نحدد من ياخذ الجائزة. الشباب هم يعني مؤسسين المسرح، أبهم هو نعله، وبجهدهم احنا نعلى. احنا كنا شباب ايامنا واشتغلنا في مجال المسرح وعملنا اعمال تطوعي وعملنا اعمال جميله الصراحه، وهم ذي دورهم الحين. فمسرح الصواري اغلب الاعضاء شباب، لذلك الاعتماد عليهم. مهرجان الصواري للشباب الذي ولد من مختبر تجربه ان نرحل في المجهول ونخرج عن كل ما هو مألوف، يسعى أن يعود العام المقبل بصورة مختلفة تتجاوز حدود الوطن العربي لتستقطب الأعمال العالمية الشابة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.